هنبطل العادة السيئة ديت، دايما بنخسر في اللحظات الأخيرة في كرة اليد. قافة كرة اليد المصرية هي اللحظات الأخيرة والدقائق الأخيرة، ونبقى ممتلكين المباراة بالطول والعرض، ونبقى متقدمين طول المباراة زي ما شفنا مع منتخب مصر كرة اليد، والنهاردة شفنا كمان مع النادي الأهلي في كأس العالم للأندية، وكنا قاب قوسين أو أدنى إن احنا نصعد لنهائي كأس العالم للأندية ونلعب على الميدالية الذهب قدام فريق قوي جدا اللي هو فريق ماجدبورج. النهاردة الأهلي عمل مباراة ولا أروع في الشوط الأولاني، وتقدم في الشوط الأولاني بفرق 3 أهداف 15-12، وعملنا كل حاجة بيقولها كتاب كرة اليد. النهاردة طلعنا بمباراة عظيمة واستغلنا كل نقاط القوة اللي عندنا، طبعا أهمها أحمد عادل لاعب الدايرة اللي هو من أعظم لاعبي الدايرة في العالم كلها، وشفنا مستواه في الأولمبيات مع منتخب مصر كان عامل إزاي، وكمان كاستيلو معاه النهاردة كان متألق في الشوط الأولاني، واستطعنا إن إحنا نسجل العديد من الأهداف ونتقدم ونعمل كل حاجة ممتازة. مع بداية الشوط الثاني كملنا في الأداء وفضلنا ماشيين لحد الدقيقة 46، ابتدى الانهيار يحصل، والانهيار ده ليه أسباب كتير جدا، أهمها حالات الطرد الكتيرة اللي خدناها في الشوط التاني، حالات طرد زي الطبيعي، لأن مش طبيعي يطرد منك 6 لاعبين في الشوط التاني، 12 دقيقة بتلعبهم، 12 دقيقة من 30 دقيقة بتلعبهم ناقص في الشوط التاني، بالإضافة إن المدرب غير طريقة الهجوم النهاردة في الشوط التاني، ابتدى يلعب إن هو يصوب من مسافات بعيدة في الشوط التاني ويصوب من خلف الخطوط الخلفية، وده طبعا مش طريقة لعبنا، لأن الشوط الأولاني كنت بتقدر إن أنت على الدايرة تسجل، لكن هم قفلوا لك الدايرة طبعا لأنهم فريق كبير، أنت ما بتلعبش فريق سهل. البطولة ديت معمولة عشان خاطر فيسبريم، وعشان خاطر برشلونة، وعشان خاطر ماجدنبرج، عشان واحد منهم يتوج بالبطولة. الموضوع طبيعي والموضوع معروف إن حد من الثلاثة دول اتنين منهم هيكونوا في النهائي، وواحد من الثلاثة هيكون هو البطل، ده معروف وده شيء ما يعبناش، بالعكس النهاردة أداء مشرف للرجالة، الرجالة النهاردة كلهم عملوا أداء مشرف لولا الأخطاء الصغيرة، الأخطاء اللي احنا لو اتخلصنا منها كان زماننا في الأولمبياد خدنا ميدالية، وكان زماننا النهاردة في نهائي كأس العالم للأندية. الأخطاء اللي محتاجة دكتور نفساني، المدرب محتاجة معدي نفسي، لأن أنت ما بتمتلكش نفسك في آخر 10 دقايق. تخيل إن ماجدنبرج ما تقدمش عليك إلا في الدقيقة 53، يعني كان خلاص فاضل لك 7 دقايق على الحلم، ما تقدرش إن أنت تمسك نفسك، وبيحصل انهيار مش طبيعي، وبيحصل دايما عندنا نزول للمستوى في أواخر الدقايق، وكأننا ما بنبقاش مصدقين إن احنا نقدر نكسب فريق كبير، مصدقين إن احنا نقدر نوصل للنهائيات، ونوصل إن احنا ناخد ميداليات، ونوصل إن احنا نلعب على النهائي ونلعب على الكؤوس. لازم نتخلص من الآفة دي، لأن النهاردة بصراحة أداء مشرف، أداء ما كانش ناقصه غير إن هو يتوج بالصعود، وما كانش ناقصه أي حاجة غير إن احنا نكون موجودين في المباراة النهائية. بجد النهاردة نهاية حزينة جدا، نهاية أليمة جدا على جماهير النادي الأهلي وعلى كل جماهير مصر، لأن طبعا الأهلي بيلعب باسم مصر في البطولة ديت، ونهاية ما توقعناهاش بالنسبة للأداء اللي حاصل طول 50 دقيقة أو 51 دقيقة بنلعب بمنتهى القوة. النهاردة كل أبطال الأهلي، كل نجوم الأهلي أبطال، المدرب الجديد طبعا بدأ إن هو يعرف اللعيبة خلاص، وبدأ إن هو يحط إيده على الفريق، عشان إحنا عندنا الشهر الجاي بطولة أفريقيا، والزمالك برضو عنده الشهر الجاي بطولة أفريقيا، والاتنين طبعا مغيرين مدربين، فلازم بالتأكيد المدرب يستفيد من التجربة اللي حصلت دي، ولازم نلعب على المركز الثالث إن إحنا ناخد الميدالية البرونز، ما نخرجش من بطولة على أرضنا خالي الوفاض، وعندنا فرصة كبيرة جدا بمستوانا ده لو لعبنا برشلونة في مباراة الثالث والرابع إن شاء الله بإذن الله نفوز بنفس المستوى دوت. لازم يبقى عندنا بس تماسك في اللحظات الأخيرة، ولازم يبقى فيه معد ذهني أو دكتور نفسي يتكلم معاهم، عشان خاطر نقدر إن إحنا نصدق نفسنا ونصدق الحلم ونحققه بإذن الله إن شاء الله. بإذن الله كل التوفيق لرجالة الأهلي، النهاردة أداء مشرف بحييهم عليه رغم كل اللي حصل في الشوط الثاني أو في آخر 10 دقايق، لكن ده ما يضيعش مجهود الرجالة اللي حصل، وما يضيعش مجهود أحمد عادل على وجه الخصوص، وكاستيلو والنجوم اللي كانت موجودة، وزيزو وكل النجوم اللي كانت موجودة طبعا في النادي الأهلي العظيم. كل التوفيق لينا في اللي جاي، أتمنى يكون الفيديو عجبكم، أتمنى تشتركوا معانا، ما تنسوش تدعمونا تعملوا لايك على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله.